السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من دروس ديجيتال بينتينج مع عزيزة شحاتة. احنا مجهزين سكتش وناخد لير جري. طبعا احنا ما فتحناش ملف من قائمة فايل، لكن احنا خدنا الفايل الأساسي من أوبن واشتغلنا عليه، عدلنا المقاسات من قائمة إيمج وزودنا هنا العرض 40 سنتيمتر والريزوليوشن 600. في دير جديد ونتأكد من إعدادات الفرشة. من هنا ترانسفير، هناخد الدرجة الوسط من الملف الأصلي، بعدين نشتغل في لير جديد. ناخد لير جديد للشعر، فرشة الشعر، نحاول نشتغل الشعر على طبقات زي ما هو كده. نبدأ من تحت، نبدأ من تحت برضه الناحية التانية، هنغير المود بتاع الليل في ملتي بلاي، نقلل الأوباستي، خلينا داركر، نغير المود بتاع الفرشة، نغير مود الفرشة لأوفرلاي، ناخد كتير كبير، نغير لنورمال، ممكن اخليكوا الليل اللي فيه الصدر، يفضل ان انا يا اما اصغر الفرشة يا اما اغير الفرشة للفرشة الاساسية واتأكد من الاعدادات.
أخد المكسر بلاش تروك، ممكن يديني نتائج أفضل. أخلي قيمة البول حاجة 30، البول حاجة 40، قيمة الويت 34، نصغر الفرصة نكبرها شوية من الداخل. نقلل قيمة الميكس شوية عشان اللون يبان عندي أكتر، ونكبر الفرشة. هقلل اللون وأقلل الويت شوية. مش عايزة الميكس اللي بيحصل ده دلوقتي، بقى أقلل الميكس خالص وأزود الكولور. عدلات الفرشة مش مظبوطة عشان مش هيكنس على التابلت. مش شغال كمان. ناخد البنتول ونتأكد ان احنا واقفين على شيب، ونبدأ نعمل اللبس. الاختصار بتاع البنتول حرف البي. طبعا بنحط النقطة، وقبل ما نحرر الماوس بنسحب. نقلل قيمة الشفافية عشان نشوف. نضغط على كنترول ونحرك النقطة للمكان المناسب. نختار اللون، ممكن من هنا. كنترول لو عايزين نضيف نقطة. عندنا أكتر من طريقة، ممكن بالبنتول الأولانية دي، وممكن بالإضافة اللي عليها علامة زائد، وممكن بالبنتول اللي هي فري فورم بنتول. كنترول او حرف الاي، ونتحكم في النقطة، نتحكم في مكان النقطة زي ما احنا عايزين. محتاجين نقطة هنا. في هنا جزء تاني، ناخد البنتول نعمل شكل جديد من هنا. نقلل الشفافية. نغير اللون. ناخد درجة اللون من الصورة الأصلية. هنرجع نعدل على شكل وأماكن النقط. هنعمل الناحية التانية، وعشان تكون في نفس اللير هنختار من هنا كومبين شيب. كنترول ونحرك النقطة.
وتكون الشكل في نفس الليل. هنعدل قيمة الأوبستي، نصلح نبدأ نشتغل على تفاصيل الوش. هناخد درجة التفاصيل من الصورة الأصلية، طبعا إعدادات الفرشة بنراجعها الأول ترانسفير، هين بريشر، ده بيخلي الفرشة أطرافها شفافة ومش حادة وناعمة. ما نضغطش عليها قوي في الأماكن الظلال فيها هادية أو خفيفة. الظل هنا من الجهة العليا في دمج أو في تسييح بينه وبين درجة الوش اللي تحته، لكن من ناحية الرقبة حاد. هنا من الحتة دي كده مفيش حد فاصل بين الدرجة دي والدرجة دي، سايحين على بعض، لكن هنا من ناحية الرقبة في حدة. هناخد الدرجة دي ونتحكم في شكل الفرشة. في درجة أتقل ودي لازم الفرشة تكون حادة فيها. ممكن ناخد البرن تول نتقلها شوية. ناخد الميكسر براش تول ونعلي قيمة الميكس ونقلل قيمة الفل. محتاجين نخفف، نخلي الأماكن الفاتحة في ليل جديد.
هنسيح بالميكسر براش تول، نعلي قيمة الميكس، نبدأ نعمل تفاصيل العين في لير جديد. ناخد البراش العادية ونشيك على الإعدادات بتاعها، نقلل حجم الفرشة من ممكن من جيم ونظبط الاتجاه، وناخد اللون الأسود، ممكن نعمل تشيك على الايقونات دي عشان الفرشة تبقى مدببة. نقفل الأيقونات دي، ممكن نسمج طول وننعمها، هنتقل الظل في الأماكن اللي متعلم عليها دي، واحنا بنعمل بنجهز الاسكتش الأماكن بتاعة الظل الغامق، بنعمل لها علامات معينة عشان نبقى فاهمين واحنا بنلون لو احنا مش متوفر عندنا الصورة الأصلية. لير جديد، ما
هناخد دوتش كولر اللي هي الأداة. نحاول نفتح الجزء ده شوية، ممكن طبعا بالفرشة، يعني التكنيك اللي يريحك اشتغل بيه. دير جديد ونعمل النني، ناخد الدرجة بتاعته. مود الفرشة طبعا يكون نورمال. نغير مود الفرشة color dodge، نخلي الفرشة دائرية. نغير مود الفرشة النورمال، ناخد بالقطارة نصغر الفرشة. الأول نكبرها، نعمل بدرجة بضغط بسيط المساحة كلها بتاعت الحواجب، درجة بسيطة قوي مثلا الناحية التانية. نصغر الفرشة ونضغط جامد، في أماكن طبعا أغمق الظل فيها ممكن نعملها عند البرن تول. هنرجع للتفاصيل، الوش مود الفرشة نورمال، وناخد الدرجة من الصورة الأصلية. الميكسر براش تول ما
ناخد بركتي هون. نستخدم سموتش. ونرجع نتقلها تاني من البرنتور. نستخدم سموتش ونرجع نستخدم سموتش تول وبعدين البرن تول. نسيب العين دلوقتي شوية ونرجع لبقية التفاصيل. فرشة حادة سمادج تول. ناخد ميكسر برش تول لير جديد نحط فيه الظل اللي هو هنا عشان نقدر نعدل عليه او نقدر نتحكم فيه من غير ما نأثر على بقية التفاصيل. هنغير في المود بتاع الليل ممكن ده وناخد الأستيكة كتير جديد ونعمل سفريف. طبعا ناخد الدرجة بتاعتها من الصورة الأصلية نتأكد من المود مو نورمال. هناخد الدرجة الغامقة اللي هنحدد بيها
هنستخدم سمودج والنعامة، بعدين بيرل، هناخد درجة أخف وسط ونبدأ نعمل تأثيرات. عايزين نغمقها شوية. هنحاول ننظف الزيادات هناخد الإضاءة كلير جديد نخلي مود الفرصة سكرين نرفعها شوية نغير المود لكالر داج نورمال ونعمل الدرجة الغامقة تاني. هنراجع على الجزء اللي هو الفاصل بين الشفتين بين الشفة العليا والشفة السفلى. نكسر براش تول وناخد الدرجة دي نكبر الفرشة شوية
هنبدأ نعمل اللبس. نقف على الليل داون، نعمل كليك كليك يمين رسترايز لير ده، نعمل بلور نقفل الليل ونبدأ نحط التأثيرات اللي جواه. نكسر ناخد درجة اللون، في درجة تانية ترسمي بير ستريب؟ اه. ناقصة؟ ناقصة ايه؟ معاها كل الأسكارات دي؟ يعني هي هتشوفها؟ كفاية عليها. هي هتشوفها أساساً؟ مش فاهم. لا بس أنا مش محتاج، مش هو أنا برسم المحتاجين هي يعني؟ ها؟ هو أنا برسم المحتاجين؟ وحد فيهم بيشوف اللي انا بعمله؟ لا يعني ما انت ترسميها ده تقدير ليها. يا سلام، امال ده ايه؟ انا مين اساسا عشان يبقى رسمي تقدير لحد؟ بغض النظر كده بتقدريها، مش يعني هي معاها كتير، كفايه بقى. لا ده مش مقياس عندي. نجرب نستخدم الديجيتال ونأثر في الألوان.
هنستخدم البنتوز أو إليبس وشيب أخذ اللون بتاعها هنختار ونعمل الدايرتين اللي هنا Alt وناخد نسخة من الدايرة ثلاث مرات. هنقف على اللير ونعمل Restorize layer، بعدين نديله درجة بلور من Fill Blur. هنقلل القيمة شوية. أوكي، نحط التأثيرات، نقفل اللير وناخد درجة بسيطة، نحاول نقلد. نخلي المكس زيرو، الجزء ده هيتمسح، الأوباستي يبقى 500. نفتح الاب عشان نقدر نمسح المساحة اللي احنا عايزينها. هنحتاج بلور تاني، هنعمل الجزء اللي فوق ده، هنقول له ريسترايز لير، نديله قيمة من البلور. هنعمل التأثيرات اللي فيه، نخلي قيمة الميكس زيرو برضو، من هنا نختار باص كنترول ونضغط ضغطة كده، نرجع تاني نحط نقطة كنترول ونضغط نقطة،
تشوف اختراع ان هم شاف رسمه من غير ورق كلك؟ لا ورق عادي. لا فيش لعينك. ستروب باث ونختار برش ونعمل اوكي. هنعمل الفينش بتاع الوش. هنختار الفرشة العادية ونخليها حادة. الأستيكة ونمسح.
هنلون الجزء اللي ناقص ده. نعمل شيك على بين برشر، ناخد ميكسر برش تول، من جيم هنصغرها، نختار اللون البني، نغير مود الفرشة سكرين،
طبعا الخصلة دي هي اللي تحت ودي هي اللي فوق، فنراعي ان احنا نظهر ده، يعني كل ما نشتغل في الخصلة اللي تحت نرجع نشتغل في الخصلة اللي فوق ونأكد عليها. هنحتاج نغمق شوية، نشيل السكرين، ممكن نجرب اوفرلي نخليه فلير منفصل، نكبر الفرشة شوية. هنصغر الفرشة ونحاول نصغر أكتر، نحاول نعمل الخصلات. لير جديد ونعمل الدرجات الغامقة، ناخدها بالقطارة، نكبر الفرشة شوية.
نظهر اللير اللي في الصورة الأصلية ونحاول ناخد أماكن اللون بدقة أكتر. نغير مود الفرشة لنورمال ونشوف الفرق. مش فرق كبير. هنغير في مود الليل نجرب ممكن ده ممكن ناخد نسخة تانية من الليل ونغير المود بتاعه مثلا ونمسح الأطراف نجرب نعمل كنترول جي لكل الليرات بتاعت الشعر وهاخد نسخة من الجروب اعمل عليها هدمجها اعمل لها ميرج تبقى كلها فلير واحد وهجرب اعمل فلور لو ما عجبتنيش النتيجة اوريدي انا عندي لير تاني عندي جروب تاني عندي جروب تاني ممكن اغير في المود بتاع الجروب التاني أغير موديل فرشة الكالر دادج
النتيجة ما عجبتنيش، فهحاول أعدل عليها نتيجة البلوغ. موديل فرشة سكرين هنرجع للجروب من زيرو، بس هنغير المود بتاعه لأنه هو اللي عامل لنا الإفكت الفظيع ده. ممكن بالأستيكة نشيل الأطراف. تمام، في هنا ظل تحت الشعر كده نحاول نعمله. مش حاسة ان المنطقة دي طبيعية، احاول اضبطها.
وكده نكون وصلنا لآخر الدرس، ونتقابل في درس جديد إن شاء الله.